انت دكتور انت معلش دكتور، انا عدت لمكاني الطبيعي منارة للعلم والمعرفة في ارقى الجامعات. بتروح تعطي محاضرة فيزياء نووية في مدرسة للصم والبكم يا شمعة تحترق. مبسوط؟ عفاف؟ نعم. ما في فطور؟ في بوفيه مفتوح، لو بجيبوا لك المنيو ونقي اللي بدك اياه. ولك انت لويش عايشه جو المعزومه على خطبتها يا حصتي؟ انت بالحبس يا حبيبتي مش في المول. عفاف؟ نعم. انت ليش محبوسه؟ قطعت الكهرباء على عرس خطيب السابق، فتت لك على الصاله بالعتبه، خطفت العروس. وين رحت فيها؟ على عرس ثاني. انت مالك ومالي؟ شو هو تحقيق؟ يعني نتعرف. نتعرف؟ ما احنا قاعدين بغرفه شات مكتوب. بتفكر من ايام يا دكتور شاكر؟ لا حبيبي، انا صحي لك وراح اضل صاحي واشتغل واجيب ليرات واشتري مصحه واقلبها مركز تجميل واخلي البنات فيها زي النحل، بنت من هون وبنت من هون. اقول لك بدي اجيب هاي شو اسمها جويل ام شعر ازرق واخليها تشتغل معي واعطيها راتب واجيبك مساعد جويل. بس عشتك سيدي اسفك. عدنان وهديل. طب رجع عدنان او هديل؟ رجع هديل. طب رجع عدنان. طب خلص باي، ترجعش حدا، اطلع برا. هديل الحمام تعال. نعم. احكي لي شوي عن حالك. شو احكي لك؟ لا احكي لك. فكينا من جو دراما هاف تبع عماتي. انا حياتي كانت صعبه، سافرت كثير.